شهر الله شهر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أعاده الله علينا وعليكم ونحن وأنتم بأحسن الأحوال وبظهور سيدنا ومولانا الإمام صاحب العصر والزمان إن شاء الله. ألتقيكم يوميا من خلال الشاشة الأجمل والأمثل والأكمل، شاشة الموالين والمنتظرين لمولانا صاحب العصر والزمان، شاشة قناة الإمام المهدي الفضائية، طيلة شهر رمضان المبارك وبرنامج المسابقات الرمضانية. نتطرق أيها الأحبة الكرام من خلال هذا البرنامج عن حياة الرسول الأكرم والأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، والأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وفي كل حلقة لدينا فائز وفائز، والسؤال واضح طبعا: الذي نفذ أمر أو أمر يزيد وأحرق الكعبة لإخراج عبد الله بن الزبير منها هو الحسين بن نمير؟ وللأسف جوابك كان خطأ. نعم فائز وفائز، لأن الكل فائز بحب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. برنامج المسابقات الرمضانية يأتيكم يوميا في شهر رمضان المبارك في الأوقات التالية: